والسلام على رسول الله. تم بفضل الله عز وجل تحرير السجناء من سجن ترعى المركزي لسجن غرز، ولله الحمد، وسيحالون الى محاكم قضائيه لتسويه اوضاعهم، واللي ما عليه شيء باذن الله تعالى سوف يهدى سبيله باذن الله تعالى. تكبير الله اكبر. الله حي الجيش الحر. الله حي الجيش الحر. الله